روح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا. أعتذر للرجال شخصيا، ما رناش نديرو لكم الفيديو تاع ملابس الرجال. سمحوا لنا بزاف اخويا الزرقاني. هذه هي اخويا، راه حنا ولينا لكم بالجديد اخويا، راه كاين بضاعة. السروال جي شحال داير؟ ها فهمني يا ولد بلادي. ها يا خويا 250 الف وتقلش يا مواطن. السروال جين الاستيك، ها ها 250 متر كاين لي موديل. سبردينا يا خويا. هذه بالونسياغا الاستيك، هذه 200 نايك زو كي داير البيضاء فيها لي كولار و علم تاع فرنسا. هذه هادو 300 لاكوست، عاود سبردينا لاكوست 300. عندنا النايك ماتريال الخشينة خويا، خلي يخلع 300 الى ولد خويا اتقرب المسكين. عندنا النايك بالسيستم بالضو كيما نقولو حنايا، هادي 300 العام كيف كيف فيها البلو نوي والنوار 300 الف. وكاين بلاك بلاك النايك، اش كي دايره هاد السلعه هادي؟ شو الفينيسيون؟ ما كان لا سيبر كلو لا والو. 300 الف ولد خويا. الكراب دخول المدرسي، دخول المدرسي راحنا جبنا لكم الحقائب باش تدخلوا تقراو ب 100 الف فقط، 1000 دينار جزائري فقط. البس يا مواطن مايك. عاود هذا الرخيف لا. تريكو تريكو، راه دفعنا التريكو كيما هذا في الفار. راني لابس ديجا حبه هذا اصفر. شو السلسله وكاع السلسله وكاع. هادو بالير تاع الورده، هذا دوتشي جابانا. التريكويات هادو كاع 90 الف اخويا، غير 90 الف ماشي 100 الف، 90 الف. قلعت لكم 10 الاف معاونه من عندي يا روح ولد بلادي. قول البس يا مواطن. قول 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 ماشي قول هدف. شوف كي داير التريكو، شوف تسي كي دايرو كاع هاد الشكال هادو. غدوا خليهم لي باش نعمرهم في الصالون. 90 الف. هيا مرحبا بكم اولاد بلادي. زيد السروال جينا هذا اوت اوف، هذا اوت هذا اوف وايت. اوف وايت هو 250 سيلفات كومبليت. سيلفات رانا جبنا سيلفات كومبليت تاع الدخول المدرسي، راها ديسبونيل متوفرة بقوة. هادي عينة ممكن لبستو حسن حبة اخويا دو زيكس ال تاكي يجي عليه ولا باش تبان. وعلينا ما علينا والو، ما فيها باس. هادي 300 بها ب الجاكيطة تاعها. شو الجاكيطة تاعها كي داير فيليب لا هنايا في التالي، وهادي هنايا راك شايف ولد بلادي. باقي شهر ان شاء الله وتبرد الحالة ويبدا وتبدا النوض تصب والبوش يسرح والسكوم والحية مربعة اللي توجد ولد بلادي. يا هيا واش نقول لكم اولاد بلادي، بارك الله فيكم ومرحبا بكم. عندنا رانا المحل تاعنا دائما مفتوح من 10 صباحا حتى الواحدة، ومن الثالثة مساء بعد الظهر حتى صلاة المغرب. والسلام عليكم.